هذه سائلة تقول فضيلة الشيخ: بالنسبة لتقبيل الأخوات والعمات والخالات من المحرم، هل هو جائز أم غير جائز؟ يجوز أن يقبل محارمه من النساء، لكن على رؤوسهن، ولا يقبل خدودهن أو أفواههن، إنما هذا للزوج. أما المحرم فيقبل محرمته، يقبل من هي من محارمه من النساء على رأسها، ابتعادا عن الفتنة. نعم.